الفترة اللي جاية هتشهد المنطقة تغيرات كتير جدا وخروج لبعض اللاعبين ونزول لاعبين آخرين. الهدف من التغييرات دي هو تهدئة وطأة الصراع الحالية القائمة في المنطقة، واللي بدأت تاخد منحنى متصاعد خصوصا بعد لعبة الردود ما بين إسرائيل وإيران. فالاتجاه اللي بتدفع بيه أمريكا دلوقتي هو تهدئة وطأة هذا الصراع، واللي هيكون بإجراء بعض التغييرات على تشكيلة اللاعبين. أول اللاعبين اللي هيغادروا اللعبة واللي هيتم استبعادهم هيكون إيران. طب إيران هيتم استبعادها إزاي؟ الأول خليني أقول لك، لو أنت مصدق إن دول أعداء وإن كل دولة من الدول المتصارعة دي بتستنى غلطة للتانية علشان تخش معاها في حرب شاملة وكل دولة عايزة تقضي على التانية، فخليني أقول لك يا صديقي إنك من السذاجة بمكان. حلوة من السذاجة بمكان دي. المهم، العرض الأمريكي اللي مقدم لإيران حتى يتم استبعادها من الساحة هو العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة، أو المعروف بالبرنامج النووي الإيراني. طبعا أكيد كلنا سمعنا الاسم ده قبل كده وكان بيتردد في السنوات الماضية، لكن بطلنا نسمعه لأنه كان انتهى العمل من المشروع ده أو من الخطة دي سنة 2015، وتوقف العمل أيام دونالد ترامب الرئيس السابق لأمريكا. والله يا ريت أيامه دامت. الراجل ده كان في تصريحاته كده بيفكرني بتصريحات المستشار مرتضى منصور كده. المهم، بنرجع لمرجعنا وخلينا في موضوعنا. توقف العمل على البرنامج النووي الإيراني أيام الرئيس دونالد ترامب، واللي أمريكا بتحاول إنها تقصي إيران مقابل العودة للعمل في برنامجها النووي. طبعا الاتفاق النووي الإيراني ده بيحقق مزايا كتير جدا للإيرانيين. اولا بيخفف وطأة العقوبات الاوروبيه على ايران، زائد انه سمح لايران بتخصيب اليورانيوم والاستمرار في برنامجها النووي اللي بين قوسين بيقولوا انه سلمي يعني. بالاضافه ان الاتفاق ده اقصى العرب من اللعبه تماما وجعل لايران افضليه عليهم. فعوده العمل بالبرنامج النووي الايراني ده مصلحه كبيره جدا لايران. نرجع بقى للاتفاق وطبيعه الاتفاق. ايران هيتم اقصائها من اللعبه مقابل انها تستمر في برنامجها النووي، وفي شرط لازم ايران تحققه مقابل السماح ليها بالاستمرار في برنامجها النووي. المقابل ده سهل وبسيط جدا، وهو عدم التعرض لاسرائيل. طبعا لعبة الردود اللي قلنا عليها ان ايران بتضرب واسرائيل بترد وايران بترد واسرائيل بتضرب، واللعبة دي امريكا مش عايزة المنطقة يتم جرها لحرب مفتوحة وحرب شاملة. فالمقابل عدم التعرض لإسرائيل والتوقف عن الرد عليها، خصوصا بعد هجوم إسرائيل على إيران منذ أيام. أمريكا زي ما هو واضح مش هتقدر على إسرائيل، وإسرائيل بدأت تتنمرد شوية على أمريكا وبدأت مش تنفذ التعليمات. فأمريكا عاملة زي الأب اللي عنده عيل حيل كده وبتاع مشاكل، فبدل ما يعقل ابنه فبيطلب من الجيران والناس المتضررين منه ان هم ايه يستحملوا رخامته شويه. فده اللي بيحصل بالظبط يعني، ان هو ايه معلش استحملوا بقى رخامه اسرائيل وما تمشوش ورا استفزازاتها وما تمشوش ورا الهبل الاسرائيلي بتاع القصف والضرب والحوارات دي، مقابل ان احنا هنخليكم ايه تستمروا في البرنامج النووي ويعني نمشيها مع بعض. بس مش ده الشرط المهم. المهم لسه جاي، فاسحب كرسي كده واعمل لنا لايك الجميل على الفيديو، وتعال اقول لك ايه اخطر حاجه في الاتفاق ده. اخطر حاجه في الاتفاق ده هو ان ايران تبطل تدعم وكلاءها في المنطقه زي ما هم بيقولوا، اللي هم المقاومه في فلسطين وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. ان ايران تبطل تدعم الناس دول وتخليهم ينشغلوا اكتر في الحروب الاهليه اللي كانت ما بينهم في دولهم ما بين شعوبهم. يعني بمعنى اصح ان ايران ترفع ايدها عن اسرائيل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وتهدي اللعب مع اسرائيل على كافه الجبهات. يجي هنا السؤال المهم، مين هيلعب الدور اللي كانت ايران بتلعبه؟ البديل الواضح واللي ظهر على الساحه هو تركيا. وان كان بعض الخبراء شايفين ان عمان ممكن تقوم بالدور ده، امريكا شايفه ان دخول المقاومه في احضان تركيا افضل بكتير جدا من بقائها في حضن ايران، لانه جربوا ايران وجربوا ان المقاومه تكون في حضن ايران سواء حزب الله او حماس او الحوثيين، وشافوا الانفجار الكارثي في المنطقه ضد اسرائيل. فامريكا شايفه ان المصلحه ان المقاومه تكون في احضان تركيا. ليه في احضان تركيا؟ اولا
تركيا دولة عقلانية وملهاش في الصراعات العسكرية المسلحة خارج حدودها، وإنها مش من الدول اللي ممكن تدخل في نزاع مسلح أو معارك مباشرة مع إسرائيل. ده اللي أمريكا عايزاه بالظبط. كمان تركيا تقدر تهدي لهيب الحرب، وتقدر تظبط الإيقاع العسكري للمقاومة، وتقدر إنها تهدي اللعب على الآخر. كمان في حاجة مهمة، بعد انسحاب قطر من حضانة المقاومة، خصوصا بعد هجوم الساسة الإسرائيليين على قطر في الفترة الأخيرة، ودور الوساطة والانتقادات الكبيرة اللي كانت بتوجه لقطر، كان في بعض الناس شايفين ان عمان من أكثر الدول اللي تصلح انها تكون حاضنة للمقاومة، لكن أمريكا مش شايفة في عمان البديل الأمثل، خصوصا ان عمان قريبة من إيران، فأنا مش هطلع إيران وانزل عمان. أنا استفدت إيه؟ وكمان تقريبا الجناح السياسي للمقاومة اختار تركيا، وأمريكا هتدفع وهتساعد في الاتجاه ده. طيب نيجي لإسرائيل ونسألهم، في تركيا ولا قطر؟ تعرف إن رغم الهجوم الكبير قوي على قطر من قبل الإسرائيليين، والانتقادات الكبيرة الموجهة لقطر، إلى إنه المفاجأة إنه إسرائيل لو هتخيرهم ما بين تركيا وما بين قطر هيختاروا قطر. ليه؟ قطر دولة صغيرة في المساحة، وملهاش أطماع عسكرية، ولا لها رغبة في بسط نفوذها خارج الحدود، ولا لها رغبة إنها يكون لها أزرع عسكرية. كمان قطر دولة غنية ومش محتاجة انها تركب الاقتصاد على السياسة، يعني فلوسها حاضرة ومقوية قلبها، فقطر لا لها اطماع عسكرية ولا اطماع اقتصادية، وكل اللي قطر عايزاه هي الريادة والشهرة. دولة قطر راحت، دولة قطر جت، معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية راح، معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية جه، فده الدور اللي قطر بتسعى ليه، هو ريادة المنطقة وريادة الدول العربية والشهرة في العالم انها بتقوم بدور وساطة، وانها بتقعد على موائد مفاوضات، كل الكلام ده، لكن لا لها اطماع عسكرية ولا اقتصادية. فبالنسبة لإسرائيل قطر افضل كتير من تركيا. طيب تركيا هتلعب الدور اللي كانت ايران بتلعبه، وتقريبا الدور اللي كانت قطر بتلعبه. طب هل تركيا هتعمل ده بدون مقابل؟ اكيد طبعا في مقابل. طب ايه المقابل؟ سؤال وجيه. تعالوا الاول نتعرف على دور تركيا هيكون ايه بالظبط. دور تركيا هيكون هو دفع المقاومة انها تميل للسياسة اكتر من السلاح، وده ظهر في تصريحات اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد زيارته لأنقرة، ويرجع برضو لتصريحات خليل الحية في الايام اللي فاتت. التصريحات كلها بتتكلم في انه هيكون في ميل اكتر للمفاوضات والسياسة وتهدئة لهيب الحرب، وده الدور اللي امريكا عاوزة تركيا انها تلعبه، انها بالبلدي كده تقلم اظافر المقاومة وتخليهم يهدوا اللعب مع اسرائيل. في المقابل تركيا هتحصل على مميزات كتير جدا، منها ان تركيا هتشرف وتنفذ عمليات الاعمار بشركات تركية، وبالتالي تركيا هتكون هي المستفيد الاكبر من عملية اعادة الاعمار. كمان في كلام انه هيكون من حق تركيا التنقيب على الغاز قبالة سواحل القطاع، طبعا بعد التنسيق والاتفاق مع الاسرائيليين. وفي خبراء عسكريين بيتوقعوا انه ممكن يكون لتركيا دور امني في القطاع زي ما حصل في ادلب في سوريا، وطبعا كل ده هيتم تحت عيون امريكا. بالنسبة ليهم ان المقاومة تكون في كنف تركيا افضل بكتير جدا انها تكون في احضان ايران. التبديلات والتعديلات دي هل اسرائيل هتوافق عليها؟ بنسبة كبيرة اسرائيل هتوافق، طالما امريكا شايفة ان ده مصلحة اسرائيل ومصلحة امن اسرائيل، وده اللي بان برضو في تصريحات الرئيس الامريكي لما كان بيوافق على حزمة المساعدات، لما قال انه امن اسرائيل يعتبر امن قومي بالنسبة لامريكا، وان قوة اسرائيل تعتبر قوة لامريكا، فطالما امريكا شايفة كده اسرائيل بشكل او باخر هتوافق على الوضع. قعدنا نتكلم عن تبادل الادوار ومين هيخرج ومين هينزل، قلنا ايران وقلنا تركيا، وكمان تم سحب البساط من تحت قطر. طيب العرب فين في الليلة دي كلها؟ بص يا صاحبي، العرب دول عاملين زي الجمهور بالظبط اللي بيكون قاعد في المدرجات طول الوقت، سامع هتافات وتشجيع وصراخ، لكن الكاميرات كلها مسلطة على اللاعبين وارضية الملعب، وده بالظبط حال العرب في المباراة دي. ظاهريا الجمهور بيدخل علشان يشجع ويؤازر اللاعبين ويلهب حماسة المباريات، لكن في الحقيقة الجمهور هو اللي بيدفع ثمن التذاكر، وهو اللي بيمول المباريات دي، وده الدور اللي العرب هيقوموا بيه، هو تمويل إعادة الإعمار اللي هتاخده تركيا من خلال الشركات التركية اللي هتنفذ إعادة الإعمار. وهيقتصر دور العرب على تمويل إعادة الإعمار وإصلاح ما أفسدته إسرائيل. حتى المفاوضات هتكون في ايد تركيا بالاشتراك طبعا مع مصر، نظرا لحجم مصر وتأثيرها وثقلها في المنطقة. وطبعا احنا في انتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة. متنساش لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، وتسيب لنا في الكومنتات دعوة لاخواتنا في فلسطين. سلام.